اروح بيكم بقى للكرة العالمية ونتكلم على اكيد محمد صلاح. والحقيقة في يعني في كلام مهم جدا، مش على مستوى محمد صلاح ولا تميزه ولا، لكن نتكلم على بدايات محمد صلاح. بدايات محمد صلاح الحقيقة المتألق دلوقتي في البريمير ليج هناخده من يمكن حديث دار مع المدير الفني لفريق بازل السويسري هايكو فوجل. هايكو فوجل قال يعني هو تعاقد مع محمد صلاح وبدأ يعني يشوف محمد صلاح في التدريبات، ويمكن هنستفيد حاجة مهمة جدا. الثقافة اللي احنا دايما بنقول لما تسأل مدير فني، وانا كنت مدير فني في يوم من الايام لمحمد صلاح، ولما تسألت هل تتوقع او هل شفت في محمد صلاح انه يوصل لهذه الدرجة، الحقيقة انا قلت لا، مش لا لقصر نظري او لكن للمكانة اللي وصل ليها محمد صلاح، للستيج العالي جدا اللي وصل ليه محمد صلاح. نفس الكلام قاله الحقيقة فوجل المدير الفني لفريق بازل لما اتكلم وقال جبنا محمد صلاح، وكان على فكرة محمد صلاح جه بديل لشاكيري. شاكيري كان بيلعب في بازل، وشاكيري طبعا نجم السويسري الكبير، وراح انتقل من بازل لباير ميونخ في الوقت دوت، فجابوا او كان حاطين عينيهم على محمد صلاح ان يكون بديل لشاكيري. الحقيقة قال لما تعايدنا مع محمد صلاح شفناه في التدريب في اول يوم عادي، مفيش حاجة، على مستوى الشخصية هو اتكلم الراجل بيقول ان هو شخصية جميلة جدا، طيب هادي الطباع، ولكن بيقول لك في التدريبات ما ظهرش مستوى كبير، يعني بالعكس قال ظهر يمكن في الأسابيع الأولى بمستوى سيء. واتكلم معاه واتكلم مع محمد صلاح وشاف ان محمد صلاح عنده الإمكانيات انه يطور نفسه، وده مهم جدا. نتكلم على تطوير المدربين، تطور اللعيبة، لكن لازم يكون اللعيب عنده صفات التطوير، عنده من جواه عايز يطور نفسه. والحقيقة ده اللي قاله فوجل بعد أيام قليلة جدا، بعد عدد من التدريبات لقى محمد صلاح بيتقدم بشكل أكتر من رائع، بالرغم يمكن كان في خلال أسابيع قليلة، لكن شايف التطور بالنسبة لأدائه من خلال التدريبات. قال اليوم الأول مر، اليوم الثاني مر، بدأ في اليوم الثالث بقى في تحسن ملحوظ، وعلى مدار الأسابيع اللي بعد كده قال إن خلاص محمد صلاح بقى من اللعيبة اللي ما تقدرش توقفها الحقيقة. وقال كمان إن يعني إن محمد صلاح كان استثنائيا، يعني كان شخصية استثنائية، وظهر محمد صلاح بشكل أكتر من رائع، وإنه بدأ الكرة في رجليه. كان من صعب جدا على أي مدافع إنه يسيطر على محمد صلاح ويقدر يعني يضايقه أو يقدر يوقفه بشكل كبير. وقال الحقيقة إن الأداء دوت، بالرغم إن الأداء دوت كان مستمر وفي تصاعد، ولكن جه عند السؤال هل كنت شايف محمد صلاح يوصل يكون أفضل لاعب في العالم؟ الحقيقة قال لا، أنا ما كنتش شايف كده، مش زي ما بقول لحضراتكم مش خسر نظر بالنسبة لي، ولكن التطور السريع جدا والتحديات اللي مر بيها محمد صلاح خلال مشواره ما فيش أي حد في الدنيا كان يتوقعها الحقيقة. ويكذب عليك اي حد يقول لك انا كنت على فكره اول ما شفت محمد صلاح وعنده 16 سنه قلت الواد ده هيبقى لعيب كبير جدا وهيروح يكسر الدنيا في اوروبا. الكلام ده عاري تماما من الصحه. يعني محمد صلاح كان معانا في الاولمبياد، شايفين فيه تالنت، شايفين فيه لعيب كويس، شايفين فيه مهاره، شايفين فيه حاجه مختلفه. لكن انك تشوف محمد صلاح خلال 4 أو 5 سنين موجود في مصاف افضل لعيب العالم، ده اعتقد ما كانش حد شايفه غير محمد صلاح نفسه اللي اشتغل عليه الحقيقة على المستوى الجسدي، على مستوى البنية الجسدية، على مستوى المنتل، على مستوى التفكير، على مستوى الشخصية، على مستوى المجهود المبذول في التدريبات، على مستويات كتيرة جدا قدر محمد صلاح الحقيقة أن يوصل لمستويات عالية. اعترف فوجل كمان انه زي ما بقول لحضراتكم ما كانش متوقع انه يكون بهذا المستوى العالمي، وانه قال ان محمد صلاح بيتمتع بشخصيه لطيفه على حد قوله، يعني شخصيه لطيفه، وكان من الواضح ليه دايما انه لاعب رائع جدا، وكانت السؤال بيقول له بس هل كان عنده هذه العقليه انه يوصل بمستوى لهذا المستوى العالي جدا. فقال لك الحقيقة أنا ما كنتش شايف دوت في محمد صلاح، بالعكس كان محمد صلاح هادي في طباعه، شخصية لطيفة، ولكن
الحقيقه بتظهر خلال الايام والسنين اللي جت بعد كده ان محمد صلاح كمان يتميز بعقليه احترافيه بشكل كبير جدا جدا. الحقيقه كان حوار رائع مع مدير فني السابق لبازل، وان محمد صلاح طبعا محمد صلاح احرز 20 هدف زي ما بقول لحضراتكم في اجمالي 79 مباراه في سويسرا مع فريق بازل قبل ما يروح للبريمير ليج عن طريق تشيلسي في 2014. حكايات وحكايات محمد صلاح الحقيقه ما بتنتهيش، كل التوفيق لنجمنا الكبير.